بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الأول من المحاضرة الثالثة في المحور الثاني. نبدأ بالـ Specific Objectives. سنتعرض في هذه المحاضرة بداية إلى رسمة الـ Stress Strain Diagram، ثانيا الـ Elastic Region، ثالثا الـ Plastic Region. طبعا رسمة الشد Stress Strain Diagram نتحصل عليها من خلال اختبار الشد Tensile Test، وهو أن نأخذ عينة ونستعمل آلة الشد ما يسمى بـ Universal Testing Machine، فتتعرض العينة إلى قوة الشد ويتم اختبار الشد إلى أن تنكسر القطعة، إلى أن تنكسر العينة. هنا نعرض القطعة إلى Force N، ثم يتم زيادة القوة، الترفيع في قوة الشد أكثر ثم فأكثر، الآن بتصير أكبر، يعني مثلا هنا N1 أكبر من N2 أكبر من N1 وهكذا، ثم تبدأ القوة بالانخفاض إلى أن تنتهي طبعا هنا منطقة تشكل العنق، ثم تنهار القطعة ونتحصل في الأخير على رسمة الشد. طبعا الاختبار يتم بقياس القوة وبقياس الـ Extension، التغير في الطول، Elongation، تمام، دلتا L. فعشان نرسم الـ Stress Strain Diagram لابد أن نحول القوة إلى سيجما والدلتا L إلى أبسيلون. طبعا معانا العلاقة المعروفة ما بين القوة والإجهاد، فالقراءات اللي معانا هي الفورس طبعا بالنيوتن أو بالكيلو نيوتن، معانا الدلتا L بالمليمتر أو بالمايكرومتر. فحتى نحول هذا إلى سيجما ونحوله إلى أبسيلون حتى نتحصل على الدياجرام، هنا بالميجا باسكال وهنا يعني بدون وحدة. فالسيجما هي أساسا إيش؟ سيجما هي فورس على أريا، والأبسيلون هي دلتا L على L original length، تمام؟ الأريا تأخذ كونستانت، الL تأخذ constant، فيكفي تقسيم الفورس على area حتى نحول قراءات الفورس F1 F2 F3 دلتا L1 دلتا L2 دلتا L3 إلى سيجما 1 سيجما 2 سيجما 3 وإبسيلون 1 2 3 4 وهكذا. في الأخير نتحصل على رسمة الشد بهذا الشكل.